وما كان ربك نسيا ولا يضل ربي ولا ينسى الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتعالي عن الشريك والشبيه والبديل والنذير الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه ما اتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له وليا من الذل وأكبره تكبيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو كما قال